شريف اكرامي ده ما بتعرف، انا يعني في حاجات انا ما ينفعش اقولها، في حاجات شخصيه طبعا، انا اذا كانت حاجات تخص الجمهور فهطلع اقولها على طول، لكن هي حاجات شخصيه بيننا وبين بعض يعني بنبقى عارفينها، بصفه ان احنا بنتكلم ان احنا بنتناقش في بعض الامور مع بعض اللاعبين. لكن شريف اكرامي ده دوره قد ايه اللي بيعمله وهو بره الملعب بقاله فتره. بمناسبه شريف اكرام، يعني بالصدفه بمناسبه شريف اكرام، النهارده تقريبا ربع ساعه شريف اكرامي واقف مع فايلر. بمناسبه بقى ان تصدير المشاكل بالنسبه للثلاث لاعبين الكبار او الاربع لاعبين الكبار، وان احنا اللعيبه عندها مشاكل مع المدير الفني والمدير الفني عنده مشاكل. بالمناسبه الكلام اللي انا بقوله ده مش معناه ان اللعيب مش زعلان، اكيد 100% كل لاعب ما بيلعبش في الملعب هو زعلان ومتضايق، ولكن حضرتك بتتكلم على قامات كبيره جدا داخل النادي الاهلي واسماء كبيره جدا داخل النادي الاهلي وتاريخ كبير جدا. حسام عاشور، حسام عاشور ده واخد كام بطوله؟ يعني لما باجي اتكلم على حسام بشوف ان هو واحد من اكثر اللاعبين احرازا للبطولات. لا هو اكثر لاعب احرازا للبطولات 100%. بطولات حسام عاشور اكتر من بطولات انديه مجمعه مع بعض، ومحدش ياخدها على نفسه. بالمناسبه انا بتكلم على حسام عاشور، ده قيمه كبيره. حسام عاشور ده قيمه كبيره. شريف اكرامي ده شوفوا واخد كام بطوله، شوفوا واخد كام بطوله. احمد فتحي، وليد سليمان، شوفوا واخدين كام بطوله الناس دي، وهما بيلعبوا وهما بيلعبوش، وهما جوه الفرقه وهما بره الفرقه. ممكن مش ممكن ما يكونوش زعلانين. بالمناسبه اي حد ما بيلعبش داخل النادي الاهلي، معرفش طبعا بره النادي الاهلي ايه اللي بيحصل. احنا ما عندناش حد موظف، ما عندناش حد بيروح علشان يمضي، واتمنى ان ما حدش ياخدها على نفسه. انا بتكلم على النادي الاهلي، ان ما بيحصلش جوه النادي الاهلي الكلام اللي انا بقوله ده، ان ما عندناش موظفين، ما عندناش واحد يروح يمضي علشان يقبض اخر الشهر. كل اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي بيبقى نفسها تلعب وزعلان جدا ان هو بيلعب، ان هو ما بيلعبش. فلازم يبقى متضايق من جواه، لازم يبقى زعلان، لازم يبقى مكشر، لازم يبقى حزين ان هو ما بيلعبش، لانه حاسس ان هو عايز يلعب. لكن في النهايه المدير الفني هو من يختار، ودي المعادله او ده التوازن اللي بيحصل، ان انا كلاعب كبير في الفرقه او كابتن الفرقه او كذا او كذا، انا متاكد ان ان المدير الفني شايف اللي فيه مصلحه الفريق. انا متاكد والمدير الفني متاكد ان هو بيتعامل مع لعيبه كبيره، لعيبه لها قيمتها، لعيبه لها اسمها. فمهما حضرتك تحاول تخش، هو ده التوازن اللي بيحصل داخل النادي الاهلي. اذا كان هناك شيء انا هتكلم بس اخر السنه، هو ده اللي احنا دايما اللي احنا عارفينه او اللي متعارف عليه داخل النادي الاهلي. اذا كان هناك استثناء او حاجه ده ممكن، لكن ما بتلاقوهوش في واحد من كباتن النادي الاهلي. ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ انا ما عنديش فكره، انا مش عضو في لجنه التخطيط ولا انا معرفش، لكن اللي بقوله لحضراتكم ان اكيد هناك خطه موضوعه للفتره القادمه، ماذا سيحدث في الفتره القادمه، انتظارا طبعا للي هيحصل بقى ان شاء الله. الدوري ربنا يكمل لنا على خير ونكمل بشكل جيد، خصوصا مباراه المصري القادمه، ايضا البطوله الافريقيه اللي عندنا فيها مباراه مهمه جدا او مباراتين مهمين جدا. قبل كل ده ما بين ماتش المصري وما بين ماتش البطوله الافريقيه عندك بطوله السوبر،